وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي جثمان شهيد الوطن الملازم الثاني طيار سلطان محمد علي النقبي على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي. وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثمان الشهيد، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت في وقت سابق اليوم شهيدها البطل الذي استشهد خلال تأدية واجبه الوطني ضمن قواتنا المشاركة في عملية إعادة الأمل للوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، وذلك إثر سقوط طائرته نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمته.